عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده خبرنا بيتكلم عن فرح جميل جدا، يعني انتشر بسرعه كبيره على السوشيال ميديا وعجب ناس كتير جدا وجزائريه. هو فرح جزائريه وكوري، فرح على التقاليد الجزائريه، التقاليد والعادات الجزائريه. يا رب يرزق كل بنت يا رب بالزوج الصالح ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.